حياكم الله من جديد ليشرح اشرح بهذا الفيديو عن الداتا بيكر طبعا يجب ان تكون انت ما اخذ الدرس السابق لتبدا هذا الدرس لانه يعني سوف يعتمد 100, 100% على الدرس السابق فقط اغير بعض النتائج اذا هذا الدرس السابق عملنا وضعنا ايش وضعنا تايم بيكر اذا دعني ازيد التايم التايم بيكر واضيف بدالها داتا بيكرز اذا من هنا اخذ data بيكرز واضيفه اذا هذا هو الداتا بيكرز اوكي الداتا بيكرز ايش اسمه اسمه داتا بيكرز اذهب ايش اذا اذهب الى الكود الخاص بالاكتيفيتيز اين هي هذه البوب اكتيفيتيز اللي عملناها وعملنا فراجمنت وانا كليك فقط استخدمنا تايم بيكر اسميها ايش ديت بيكر ديت بيكر هذه وايضا ساحول اسمها ديت بيكر هذه وهنا ديت بيكر واتاكد ان تكون هي اكستنت لهذه فقط تسمياتها لانه اوكي هذا الديت بيكر فالديت بيكر ايش هنا اخذ الديت الخاص بي فيكون اوكي دوت ايش جيد okay, years عندك عدة أمور تجلب السنة وعسى على سبيل المثال plus slash ثم بعدها plus تضع لك جلبت السنة ثم تجلب اليوم والشهر نفرض داتا بكر دوت جيت مونث ثم أيضا زائد إيش ديتا بكر دوت جيت داي جيت داي أوف مونث إذا أوكي ثلاث أمور أخذناها اليوم والشهر والسنة ناخذهم ثلاثه ثم عندما تم الضغط على الزر البوتن الموجود في الاكتيفيتي تلك ونمررها الى السيت داتا الموجوده في المين اكتيفيتي نعود في المين اكتيفيتي ما عندنا اي شيء مجرد نستقبل الداتا ونعرضها في التكست فيو اللي موجوده هنا اوكي okay. وايضا كيف نشغل الاكتيفيتي نشغلها عندما تستغل التطبيق يعني مجرد فراجمنت ثم نعمل انستانس يعني كما قلت لك يعتمد 100% على الدرس السابق شغلته المفروض انا الان عندي أكت نوع آخر من البوب أب اللي هي ديت بوب أب إذا دعني أختار أي تاريخ أريده أوكي و هير يو جو هذا التاريخ حتى أنا هنا هذا الدرس شكرا لحسن المتابعة وفي نهاية هذا الفيديو نود أن نقول لك شكرا لحسن متابعة هذا الفيديو مع قناة بغداد الجديدة، ولا تنسى قبل أن تذهب أن تعمل ثلاث أمور، الأول أن تقوم بعمل سبسكرايب لهذه الشانل، والثاني أن تقوم بعمل شير لهذا الفيديو مجرد ضغط الزر في أسفل هذا الفيديو مع أصدقائك في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والأمر الثالث أن تعمل لايك، like. نعم اعمل هذه الأمور الثلاثة قبل أن تذهب وأهلا بك